هسه نكمل السبيسيفيك جرافيتي، شو وقت تزداد وشو وقت تقل؟ الكثافة نوعية الأضرار، شو وقت تزداد وشو وقت تقل؟ في حالة الديهايدريشن اللي هو الجفاف والفيفر الحمى، الوامتنج التقيؤ، الدياريا، الإسهال، يعني جسم يفقد سوائل هنا، الكونجستيف هارت فيلر، مشاكل أو بفشل بالقلب، فهنا اليورين فاليوم الحجم مال الأضرار اللي حيقل لأنه الجسم دي يفقد حيقل، بس شنو هنا عندنا سبيسيفيك جرافيتي اللي حتزداد. اذا عندنا هنا العلاقه عكسيه بين حجم الاضرار وبين سبيسيفيك جرافيتي، كلما احدهم يزداد الاخر يقل. شو وقت تقل هنا ديكريز، هنا شو وقت تقل عندنا سبيسيفيك جرافيتي، شو وقت تقل الكثافه النوعيه؟ في حاله الدايبيتس اللي هو دايبيتس ميليتس هو شنو داء السكر، فيورين فاليوم يزداد دائما، تعرفون اهل السكر دائما يكون كثير التبول، فهنا حيزداد عندهم الاضرار وتقل عندهم الكثافه النوعيه. نيجي ناخذ الصفه الثانيه او الخاصيه الثانيه بالفحص اللي هو الكيميكال اكزامينيشن. خلصنا الفيزيكال اكزامينيشن، هسه نجي ناخذ التحليل او التشخيص الكيميائي. طبعا هنا أنا بشنو حاعتمد على التشخيص الكيميائي، حاعتمد او استخدم الستريب، يورين ستريب اللي اني راح استخدمه بالتشخيص. يورين تيست ستريب انكلود كيميكال اكزامينيشن اور يورين تيست ستريب or dipstick is the basic diagnostic tool used to determine the pathological change in the patient urine. Instead of urinalyze a standard urine test strip might compare up to 10 different chemical pairs or the reagent which react change color when immersed in the on the remove from urine sample. إذا هنا الفحص الكيميائي أو شريط الاختبار البول اللي يشمل الفحص الكيميائي أو شريط الاختبار أو يسمى بالعصا القياسي، وهو أداة تشخيصية أساسية تستخدم لتحديد التغيرات المرضية في تحليل الأضرار الداخلي للمريض. يمكن أن يشتمل شريط الاختبار الأضرار القياسي على ما يصل إلى 10 يعني 10 اختبارات او كواشف كيميائيه مختلفه التفاعل، وتعتمد هذا التفاعل على تغير اللون عند غمرها في عينه الاضرار ثم ازالتها منهم. بعدها اما ان اطمسها بالكاب اللي يجيني من البيشنت واخرجها منها لمده دقائق واشوف التغيرات باللون واحكم على هذه التغيرات. هذا عندنا الشريط او الستريب اللي انا ممكن اعتمد عليه، يحتوي على 10 اختبارات تقريبا او 10 كواشف ممكن اني استخدمها او اكشف عن حالة البيشنت، سواء كان من خلال انه بعد ما يتغير اللون يعطيني كصليب او صليبين او ثلاثة، او احيانا يعطيني مثلا قياس مثلا شقد مثلا الكثافة النوعية شقد المقياس مالتها، فكل هذا اعتمد على الشريط الكيميائي. The test can often be read in the letter as 60 to 120 seconds after depend. Also, certain tests require longer. Routine test of the urine with a multi-parameter strip. The first step in the diagnostic of the wide range of the disease, the analytic include test for the presence of the protein, glucose, ketone, hemoglobin, bilirubin, urobilinogen, acetone, nitrate, and the leukocyte, as well as test of VH and the specific gravity, or the test for infection by different pathogen. Some quantitative values are usually reported as the trace, one salib, two salib, three salib,
and 4 صليب. Also test can also be estimated as the milligram per deciliter. Deciliter automated reader of the test strip also provide result using unit from the international system of the unit. إذا هنا أنا أعني دا يشرح لي على قراءة الأدرار، يمكن قراءة الاختبار غالبا في أقل من 60 إلى 120 ثانية بعد أن أغمز بالكاب مال الأدرار. على الرغم من بعض الاختبارات تتطلب وقتا أطول، فهنا الاختبار الروتيني للأدرار هو بشرائط متعددة تكون داتا معلمات محدودة، وهي تعتبر الخطوة الأولى هنا بتشخيص مجموعة أقيس لهنا مجموعة من الاختبارات اللي تتضمن اختبار وجود البروتينات الجلوكوز الكيتونات والهيموغلوبين والبيلوروبين واليوروبيلوناجين والإسيتون والنيتريت والكريات البيض، وكذلك اختبار الأس الهيدروجيني البي اتش والكثافة النوعية واختبارات الأخرى لمسببات أمراض مختلفة يتم الإبلاغ عنها عن طريق شبه كمية عادة ما تتبع بأما تريس أو بصليب أو بصليبين أو ثلاثة أو أربعة. على الرغم من هذه الاختبارات يمكن أيضا تقديرها بالمليغرام لكل ديسيلتر، كما تقدم القراءة لشرائط الاختبار نتيجة لاستخدام وحدات من النظام الدولي للوحدات. يعتبر هذه الوحدات يعني International Unit، إذن هي عالمية. هسه نجي من ضمن الكيميكال، من العوامل الكيميائية كيميكال فاكتور، اللي هو أول شيء الـ pH هو درجة الحموضة. The pH of the urine can vary between 4.5 and 8 with the first urine produced in the morning general being more acidic and the urine produced after meal general more alkaline. إذا عندنا رقم الهيدروجين، يمكن يتراوح رقم الهيدروجيني من 4.5 إلى 8، حيث تكون البول الأول الذي يتم إنتاجه في الصباح. إذا البول في الصباح يكون أكثر حمضية بشكل عام، والأدرار المنتج بعد الوجبات أكثر قلوية بشكل عام. نيجي هنا عندنا the determine of the urine pH has two main objectives. One of the diagnostic and the other is the therapeutic. On the one hand, the provide information required by the balance between acid and the alkaline in the patient and allow identification of the substance that are present in the urine in the crystal form. On the other hand, the certain illness require patient to keep pH their urine within the given narrow margin. إذن هنا